الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة، يوم جديد مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رافد. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. البداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم رسالة حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، واللي عنده تعليق مناشدة مشكلة يتركها ضمن التعليقات نقراها وقت بث الحلقة أو نرسلها لمراسلين حتى يتابعوها بالصوت والصور. مش راح نبدي من اخبار اهل المدينه وراح نبديها من العماره ميسان، ونقابه الاطباء هددوا بان يكون هناك او هناك يعني امهلوا الحكومه المحليه 7 أيام حتى يتم تحقيق مطالبهم، وهي اهم شيء هي موضوع الاعتداءات على الكوادر الطبيه وخاصه الاطباء. بالشهر الماضي حسب النقابه تقول انه بالشهر الماضي خلال شهر كامل اكثر من 7 اعتداءات صارت على الكوادر الطبيه، وبالتالي هذا عدد كبير جدا. والأغرب من هذا أنه هناك صمت كبير من قبل الجهات المعنية اللي مفروض وزارة الصحة والمفروض القضاء أيضا يأخذ مجرى، لذلك هناك الكثير من الأمور اللي هي متداخلة. ولهذا نقابة الأطباء في العمارة أمهلت 7 أيام تقول لو أنتم تنفذون مطالبنا، لو إحنا ورا 7 أيام راح يكون لنا حديث آخر. طبعا هناك شروط ضمن هذه المهلة أو ضمن هذه الفترة حتى يتم تحقيقها، يمكن على رأسها هي موضوع أنه يكون هناك حماية حقيقية للكوادر الطبية واللي قلت على رأسهم الأطباء، يكون هناك استبدال لكافة الحمايات المنتسبين طبعا اللي موجودين حاليا اللي هم في حماية المفروض كل الأماكن الصحية والكوادر الطبية، يكون يعني تبديلهم بشكل كامل، لأن يبدو أنهم يعني حسوا النقابة أنهم غير مكترثين وغير مهتمين وهناك تداخل بالعمل، فبالتالي يقول لك تبديلهم أفضل. هناك الكثير من التفاصيل وهناك الكثير من الأمور أنه الواجب يكون هناك طبعا توفرها وإخضاعها حتى يتم فعلا عودة العمل من جديد لهذه النقابة. هو موضوع حماية الأطباء اللي أكثر من مرة تحدثنا في برنامج المدينة وناشدنا الجهات المعنية، حتى في وقتها ناشدنا الجهات التشريعية اللي موجودة في مجلس النواب العراقي وبالتحديد لجنة الصحة والبيئة، وطلبنا بتفعيل هذا القرار من ضمن وزارة الصحة، لكن للأسف أنه هي الوزارة كانت غير قادرة ولحد الآن غير قادرة على حماية الأطباء في كل المستشفيات العراقية، وبالتالي هذا ما يعرض أنه الأطباء للهجرة وأيضا للقتل والاعتداء المستمر في كل محافظات العراقية، لأنه هي وزارة الصحة وعلى رأس الهرم المسؤولين فيها ما مهتمين لحماية الأطباء. ودائما ما نتكلم أنه الأطباء في العراق هم من أمهر وأكفى الأطباء الموجودين في العالم، وبالتالي أنه والدليل الكل يعرف أنه بالعراق سابقا كانوا الأطباء يذهبون للخارج من أجل إجراء عمليات في مستشفيات أجنبية، لكن إحنا اليوم ما نقدر نحتويهم ولا نقدر أنه نخليهم عايشين في العراق من أجل الحفاظ عليهم، لا بالعكس إحنا دائما نوفر الأجواء لهم حتى أنه يغادرون ويتركون البلد بلا أطباء وبلا صحة، وهذا ما يردون يوصلوا له المسؤولين في الحكومة العراقية. إحنا لتفاصيل أكثر حول الموضوع ينضمنا السيد سعد كامل اللامي اللي هو نقيب الأطباء في محافظة ميسان. مرحبا دكتور سعد. مرحبا، أهلا وسهلا بكم أستاذ، وأهلا وسهلا ببرنامج أهل المدينة. حياك الله سيد سعد. أنت في البداية ذكرت من خلال البيان اللي انتشر في الكثير من الوكالات والأنباء، انتم انطيتوا مهله للحكومه واللي هي بدات من الثلاثاء الماضي. طيب من الثلاثاء الماضي ليوم الاثنين او ليوم الثلاثاء القادم ماذا ستفعلون في حين انتهت المده والحكومه المحليه والمركزيه لم تفعل شيء من اجل تفعيل قانون حمايه الاطباء؟
حقيقة احنا الاعتداءات الأخيرة اللي حدثت في محافظة ميسان واللي حضراتكم أكثر من مرة نشرتوها كانت اعتداءات متكررة، اعتداءات لفظية واعتداءات جسدية واعتداءات على المؤسسة وممتلكات المؤسسات الصحية. لكن حقيقة اليوم صباحا التقينا صار لقاء مع السيد مدير عام صحة ميسان والسيد محافظ ميسان والسيد قائد شرطة ميسان، وكان الاتفاق على تفعيل قانون حماية الأطباء. ودائرة صحة ميسان تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القانون، كذلك السيد محافظ ميسان تعهد وكان منتعب جدا من هذه الاعتداءات. طيب دكتور سعد، لماذا أنه في الوقت الحالي بدأوا المسؤولين في صحة ميسان والمحافظ واللجان الأمنية بمحاسبة المعتدين على الأطباء، ليش ما أنه في الفترات الماضية كانوا هم من قدم أو قاموا بالتعهد من أجل حماية الأطباء حتى ما نشاهد الاعتداءات اللي حصلت في الفترة الماضية؟ حقيقة احنا تفاجئنا أن قانون حماية الأطباء هو قانون مشرع منذ أكثر من 3 سنوات ومصادق عليه من رئاسة الجمهورية، لكن المشكلة أنه مجلس القضاء الأعلى يعني لحد الآن يقولون أنه مجلس القضاء الأعلى لم تصلهم التفاصيل في هذا القانون حتى يفعل القانون بشكل رسمي. كذلك وزارة الصحة قبل فترة طالبت أن تكون هناك محاكم خاصة بالصحة وقضاة خاصين بقضايا الصحة، لكن اليوم حقيقة بعد الاجتماع تم التوجيه إلى كافة القيادات الأمنية والضباط والمراسل في المستشفيات بأخذ كامل الحذر في التعامل مع هكذا قضايا خاصة. واحنا نعرف حضراتكم تعرفون ان محافظة ميسان من المحافظات اللي فيها عدد الاطباء قليل جدا، واللي احنا نعاني من هذا النقص الكبير في اعداد الاطباء. احنا اليوم بدينا بهذا الاجتماع، وغدا ان شاء الله في بداية الدوام الرسمي ستكون هناك خطوات عملية، سننتظر هذه الخطوات العملية لتطبيق هذا الاتفاق اللي حصل اليوم. يعني حضرتك انه اليوم غدا راح تنتظرون الاجراءات العمليه او الخطوات العمليه اللي تطبق من اجل حمايه الاطباء قبل انتهاء المده الفعليه اللي حضرتك صرحت فيها سابقا؟ نعم، احنا حقيقه الساده المسؤولين في المحافظه رده فعلهم كانت على البيان في الوقت اللي احنا حددناه، وكانوا متفاعلين جدا مع الاحداث. تعرف احنا الوضع المحافظات الجنوبيه وضع عشائري، وضع يعني بتد امور خاصه قد لا تكون موجوده في محافظات اخرى، لذلك التعامل مع هذا الوضع يكون تعامل حذر ودقيق. واليوم احنا اتفقنا على اليات محدده للعمل في هذا الجانب من اجل حمايه اطبائنا، كوادرنا الصحيه ومؤسساتنا الصحيه بشكل عام. عفوا سيد سعد، هو لو كان القانون حاضر في محافظه ميسان ما كان انه شن هم لطبيعه المجتمع العشائري اللي موجود في محافظه ميسان وبقيه المحافظات العراقيه. لازم القانون هو من يحكم، لازم القانون هو من يقول كلمته الحازمه في عدم الاعتداء على الاطباء وعلى الكوادر الطبيه اللي موجوده في المحافظه، وبالتالي انه لازم نحاسب المقصرين مهما كان او مهما كانت طبيعه المجتمع سواء كانت عشائريه او غير عشائريه. القانون هنا هو موجود. صحيح، اليوم هو صار التأكيد من السيد المحافظ ومن سيد قائد شرطة المحافظة أنه يجب أن يفعل القانون ويجب أن يطبق القانون على المعتدي أيا كان نوع المعتدي ومن أي جهة كانت. يجب أن يطبق القانون ويعاقب ويحاسب حتى نحفظ للمؤسسات الصحية ولكوادرنا هيبتهم وكرامتهم واحترامهم. جيد. طيب سيد سعد، قبل قليل ذكرت حضرتك أنه المحكمة الاتحادية قالت أنه لحد الآن ما وصلتنا التفاصيل الكاملة حول القانون المشرع اللي هو حماية الأطباء، وحاليا أنت تقول أنه المحافظة أنه أو سيد المحافظ هو من قام أو قال وصرح أنه الأيام القادمة أنه راح نبدأ نحاسب المعتدين على الأطباء. طيب مو تشوف هناك وجود لحالات تناقض ما بين أنه كلام المحافظة وكلام المحكمة الاتحادية؟ أولا أكو قانون انضباط، يعني القانون العام قانون حماية مؤسسات الدولة هو موجود أصلا في القوانين المدنية والقوانين الجزائية العراقية، لكن قانون حماية الأطباء بخصوصية أخرى وبعض العقوبات اللي تكون أشد. مع هذا احنا اليوم مسألة التفاصيل، حقيقة هذه المسألة قانونية يعني ما أعرف شيء عنها فما أقدر أحكي بتفاصيلها. أنه هل هو أكو تفاصيل توصل للمجلس القضاء الأعلى ويفعل القانون، هاي يعني لازم نستشير بها قانونيين، احنا ما نقدر نحكي بأمور هي مو من ضمن اختصاصنا. لكن احنا اللي اليوم حددنا آليات العمل داخل المؤسسات الصحية للقوات الأمنية، سيد قائد الشرطة عززنا القوة الموجودة داخل المؤسسات الصحية تقريبا 150%،
تم الاتفاق على وجود ضباط اكفاء عناصر شرطه مدربه جيدا للتعامل مع هكذا اعتداءات من خلال قوة حماية المنشآت، كذلك وجود سيارات مخصصة اتفقنا مع سيد قائد الشرطة للتدخل في أي وقت في حال وجود مثل هكذا اعتداءات، كذلك السيد المحافظ كان موجود ووعد السيد المحافظ أنه لحد الآن جيدة الأمور جيدة والخطوات جيدة وإن شاء الله تطبق يوم غد مع بدء ساعات الدوام الرسمي لكل الأطباء وكل الكوادر الطبية الموجودة في المحافظة. طيب في حال أنه لم تطبق هذه الخطوات ولم يعني يثبت على ارض الواقع او يفوا بوعودهم، النقابه حسب بيانها انه قالت لحد الثلاثاء او لحد نهايه المهله اذا ما سووا راح نبدا باجراءات تصعيديه، انتم اذا ما طبقوا راح انه تستمرون في الخطوات اللي طالبتوا بها او المطالب اللي طالبتوا بها؟ اذا لم يكن هناك تطبيق سنبقى مستمرين في الاجراءات اللي احنا اتفقنا عليها كاطباء، وسنبقى مستمرين في الاجراءات ضمن حدود القانون والدستور وما يحفظه لنا القانون والدستور من حقوق. جيد، احنا اللي نتمناه انه يوم غدا انه يبدا التطبيق على ارض الواقع، وان شاء الله انه ما نشوف اي اعتداء على الكوادر الطبيه والاطباء اللي موجودين ليس فقط في ميسان بل في كل المحافظات العراقيه من اجل حمايه الاطباء والحفاظ على مستوى الصحه في العراق. الدكتور سعد كامل اللامي رئيس اطباء ميسان، شكرا لانضمامك وقطعك التفاصيل حول موضوع الاعتداءات اللي حاصل في ميسان. يعني هو الموضوع لا زال لحد الان انه مستمر، وياما انه طالبنا ونشدنا الجهات المعنيه وزاره الصحه بالتدخل المباشر والتنفيذ وتطبيق القانون على ارض الواقع، لكن لحد الان حسب ما ذكر بالاتصال يقول لم تصل التفاصيل الكامله حول القانون للمحكمه الاتحاديه، وهذا ما راح يسبب لنا عرقله كبيره جدا في الايام القادمه في حال انه ردنا ننفذ هذا القانون ونطبقه على ارض الواقع. وان شاء الله ان وزاره الصحه بهذه الايام الاخيره انه تحل الموضوع وتحاول انه توصل التفاصيل الكامله من خلال اللجان اللي موجوده في مجلس النواب العراقي الى المحاكم حتى بعد ما نشوف اي حاله اعتداء موجوده في المحافظات العراقيه. ان شاء الله يتم تحقيقها باقرب فرصه ممكنه. طيب الناس على البث المباشر وعلى التليجرام كلها رسائل تسال يمتى نتائج السادس والثالث، احنا قلنا لكم مطلع الاسبوع المقبل حسب تصريح الوزاره، احنا هاتون السبت ننتظرهم الاحد الاثنين، يعني هي ما راح تطول اكثر، لازم يتم توزيعها واحنا اذا باي خبر اكيد راح يتم نقله لكم عبر البرنامج. طيب نروح الى عيون المدينه وفي بغداد واهالي الدوره، وصل لنا احنا مقطع فيديو، الناس بعد تعرفون بعد ما اجى الشتاء يعني الامطار الغزيره والفيضانات المفروض بعد وقت عليها. المفروض هسه حاليا امانه بغداد وبقيه الجهات المعنيه في بغداد وبقيه المحافظات، كل المحافظات المفروض هسه يكون هناك اعمال صيانه وتاهيل وتنظيف لكل المجاري الرئيسيه والفرعيه. حتى الناس ايضا تتعاون بهذا الموضوع، لان احكي لكم الصدق احنا كمواطنين غير متعاونين بهذا القضيه. قبل فتره كان بالعماره حمله لتنظيف المجاري شافوا بها جذع نخله. المجاري يعني شلون تمشي المجاري؟ يعني من تمطر الدنيا اول ثالث تفيض. واحنا عرضنا سابقا حتى ناس لقت يعني فعلا يلقون صخور ويلقون بقايا المواشي اللي يتم ذبحها، هاي كلها تغلق المجاري الرئيسيه والفرعيه. ايضا اصحاب المطاعم يرمون الزيوت ما كل هاي تكون ثقيله اللي مخلصين من عندها من المطعم وين مباشره بالمجاري، هاي كلها تعمل على اغلاق المجاري، وبالتالي وين منو اللي خسران؟ ترى المواطن، لانه البلديه او الجهات المعنيه مره مرتين تسوي بعدين تقول لك شغل المواطن هو ما جاي يتعاون، في حين لو احنا كنا تعاوننا ما يصير هذا الشيء، يصير ممكن يصير اخف، وحتى الجهات المعنيه من تجي تنظف تجي تنظف بشكل مريح وخفيف، وهم عمال يعني هم تدرون انتم تشوفونهم حتى مستلزمات السلامه ما يلبسوها خطيه، يدخلون هم بملابسهم نفسها يدخلون ينظفون ويطلعون، يعني جذع نخله واحد شلون 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 الى قلب انه واحد يرمي في داخل المجاري الرئيسيه جذع نخله او سكراب ما اعرف او بقايا اجهزه، هذا موضوع يحتاج فعلا انه توعيه دائما مستمره للمواطن. نرجع لبغداد ولأهالي الدورة وبالتحديد حي الوادي محلة 824 زقاق 20، عندهم طفح مجاري ويقولون احنا بعد ما اجى موسم الشتاء وراح يعني وثقوها بمقطع فيديو نشوفه، ونتمنى الجهات المعنية ويا ريت تبدي حملة سحاية تركون شوية شارع محمد القاسم، ما اعرف كانما العمال كلهم بهذا الشارع جاي يشتغلون، لازم يكون هناك عندنا احنا فرق جوالة تقوم بتنظيف المجاري الرئيسية وقلت والفرعية حتى نستقبل موسم الشتاء وما عندنا لا فيضانات ولا ضغط الراس اللي كل سنة احنا نحكي بيها. الدوره محل 24 نشوف المجاري شلون طايفة،
محل 24 بعد الشتاء ما جاي المطار. شوفوا يا ناس، هاي مياه آسنة، المجاري طايفة، بلدية الدورة. طيب هذا الحال، طبعا في كثير من المناطق في بغداد وغير بغداد يشكون من طفح المجاري، ماكو لها سحب المجاري، تبقى ناس اصلا متجاوزه وتطلعها على الشارع. مثل ما قلت لكم هناك انسدادات في كل مكان، ماكو لها سحب، وهي كلها هي مع الايام اكيد راح يكون هناك طفح مجاري. المشكله مو بالصيف، المشكله راح تصير بالشتاء، رغم انه هي امراض، هي مصيبه، لكن الناس تعودت عليها، طبيعي عندها الموضوع. بعد ايام راح يبدي مدارس، الطلاب اغلبهم من يروحون للمدارس ويرجعون، وما اعتقد انه نسينا احنا العام شنو صار وقبلها من صار فيضانات. الناس لبيوتها دخل حتى لا ترجع هاي الازمه، ما نريد نشوفها والخسائر، وتعرفون هاي لازم هكذا تعويضات، والناس خسرت يعني راحتها وهدوءها واستقرارها، بالاضافه الى اثاثها ومنازلها وشوارعها ودوام يمكن اسبوع كامل احنا عندنا انتهى في بغداد وغيرها. خلي من البدايه نحل الازمه. هسه يتم تكون هناك حملات كبرى من اجل تنظيف المجاري الرئيسيه وكل المجاري الموجوده الفرعيه اللي هي في داخل المناطق، في داخل الاحياء، في داخل الشوارع، الكل يتعاون، متاكده حتى الناس ايضا تتعاون بالموضوع وننظفها حتى. واعتقد هذا الشيء معمول به بكل دول العالم، نظف المجاري، ولو اكو بالعالم اكو تجيها شافطات خاصه واجهزه خاصه، واعتقد انتم شايفين سيارات خاصه تسحب وتنظف، لكن هذا كل ترى يسحبون بس ماي. احنا للاسف مثل ما قلت لكم نسحب اجهزه، نسحب جذع نخل، نسحب يعني اشياء ما تجي على البال، ولذلك المفروض كنا نتعاون من اجل انه تمر. هاي هي فعلا ازمه، موسم الشتاء يجي وتجي ويا الازمات جمله. ان شاء الله يكون هناك تحقيق لهذه الأمنية من قبل أمانة بغداد والجهات المعنية المرافقة لها، وأيضا الناس أيضا تتعاون في هذا الموضوع، لأن أول وتالي هي القضية إيجابية ولا سلبية ترجع على المواطن وترجع على الوطن. يعني راح تبدي الأمطار وأيضا راح تبدي المعاناة اللي موجودة في أغلب المدن العراقية وخاصة في بغداد جانب الرصافة، لأنه مشاكل كثيرة في المجاري الرئيسية والخطوط صرف المياه سواء كان صحية أو المياه الثقيلة، ولحد الآن ماكو أي تطوير للمحطات الخاصة بالتصفية أو بالتصريف من السبعينات القرن الماضي ولحد هذه اللحظة، وإحنا نبقى نتمنى وإن شاء الله أن أمنياتنا تتحقق. بس شو وقت ما أدري. نروح لموضوع آخر وموضوع أزمة البصرة اللي هي ارتفاع نسبة الملوحة في أنهر البصرة كافة، أكيد لها أسباب عدة، ومن ضمن هذه الأسباب الأنهر الممتدة ما بين المحافظات العراقية إلى محافظة البصرة، ومنهن نهر البدعة اللي هو يبدي امتداده من قضاء شطرة شمال الناصرية لحد البصرة، وفي تجاوزات كبيرة من قبل المزارعين والفلاحين الموجودين، وخاصة أنه مربين الأسماك اللي هم عندهم أحواض خاصة، فبالتالي يسحبون كميات كبيرة من المياه الحلوة المارة بنهر البدعة ويخلوها لأحواضهم أو لمزارعهم الخاصة، وبالتالي أنه تقل نسبة المياه الحلوة ويجف النهر، وبالتالي أنه ما توصل بشكل صحيح ولا الحصة الكاملة توصل إلى نهر البدعة في البصرة، فبالتالي أنه تسبب أيضا بزيادة نسبة الملوحة. لتفاصيل أكثر راح نشاهد قيادة شرطة الناصرية قاموا بحملة لرفع كل التجاوزات اللي هي حسب ما ذكروا وقالوا من شهر الخامس لحد الان احنا مستمرين في حملتنا، ولو فعلا مستمرين من شهر الخامس لحد هذه اللحظه ما كان نشاهدنا الازمه اللي صارت في البصره واللي صارت الاشهر بارتفاع نسبه الملوحه. لتفاصيل اكثر نتابع. بناء على التوجيهات الصادرة من دولة رئيس الوزراء برفع التجاوزات عن ماء البدعة وهو الماء العذب أو الماء الحلو المخصص لمحافظة البصرة
شرعت هذا اليوم قوة من مديرية شرطة القضاء ومديرية بلدة الشامية لرفع التجاوزات على هذا النهر، واستعلمنا من أمراء القوة أن هذه القوة متفاعلة وعاملة بهذا التوجيه منذ الشهر الخامس ولم تترك مجال لأي تجاوز، والنهر وكما ترونه مليء بإذن الله بالماء العذب وسيصل بإذن الله إلى البصرة. بلغت رفع التجاوزات من شهر الخامس إلى شهر التاسع 87 ماطور غطاس كهربائي وغطاس وردم 13 مشروع، ولحد هذه اللحظة مستمرين برفع التجاوزات على الحصة المائية. بيت عندك حنفية حط هاي العلب، ما حكينا علب حنفية، سوندات حنفية تشرب، ما عندي شكل بس مال غطاس نحط لك يسحب لك بوري. ما نقدر، انا قلت لك عصبوني هذا، انا قاطع بيدي هذا، احنا قاصين تجي جنبي غطاس من قطعتين، اي غطاس بي باخذه ما هاي مخالفه قانونيه، خط ماطور ما هذا حنفيه اخي، حنفيه هاي البيوت كلها حنفيه، يا اخي حنفيه يا شيخ حنفيه حنفيه، بس مو تحط لك هوز ماطور ويدفع، العالم كانت لها العطش بالبصره واحنا نحط مشكور مشكور، حياك الله الف رقابة قوة أمنية دائما مستمرة على هذا نهر الوفاء اللي صار رحمة للناس، جاب لنا الماي الزين وندفع الماي، يا ريت انه للبصرة لاخواننا اهل البصرة اللي يعانون ما يعانون من قلة الماي، هذه واحدة. اثنين، تجاوزات في الوقت الحاضر، هسه هنا ما عندنا تجاوزات، شنو نتيجتها؟ نتيجة القوة الأمنية مال القضاء رقابة مستمرة هالشكل، يعني بصراحة وبجدية نقول إنه مدير شرطة القضاء متابع هاي الأمور، والحمد لله رب العالمين. فعلا هذه الحملات موجوده من شهر الخامس لحد هذه اللحظه، ما كان شاهدنا اي ازمه او اي ارتفاع لنسب الملوحه اللي موجوده في البصره، لان هذا نهر البدعه يمكن يوصل لاكثر من مليونين او شخص او اكثر لانه متغذي على هذا النهر، واكيد بالتالي انه هذه المحطات اللي موجوده الكبيره والعملاقه لو كانت تعمل بشكلها صحيح كان انه ما وصلنا لهذه الازمه. نقول شكرا لشرطه الناصريه ولو انه هذا واجبهم بالوقوف والتضامن مع ايضا اهل البصره، وايضا الفلاحين هم هلا هلا باخوتكم اللي موجودين بالبصره، اذا كل واحد جايب له محطات او ماطورات عملاقه حتى تسحب المياه ما راح انه يبقى، انت اكيد مشغلها من الصبح للعصر ومن العصر لحد الصبح حتى انه تسقي زرعاتك، او اللي عنده بحيره خاصه او احواض اسماك انه لازم ينقلها ماي حلو، فخلوها خلوا الله بين عيونكم، ودائما ما تشوفون نفسكم مثل ما انه تشوفون اهالي البصره، وتشوفون اهالي البصره مثل ما تشوفون نفسكم، وتنطوهم الحصه الكامله مالتهم حتى نبتعد على التجاوزات. كل محافظه لها حصتها الخاصه بالمياه لاراضيها وللسقي وايضا للمياه الشرب، فماكو داعي احنا نتجاوز، ليش؟ لانه فلان مدعوم من الحزب الفلاني، وفلان انه مجلس محافظه محاسب، او الشرطه اللي موجوده بالمحافظه الفلانيه ما راح تنتبه، لا، انه خلص خلي كل شخص يحكم ضميره وما يتجاوز على حصه غيره، انت حصتك المخصصه لك هالقد انه تاخذها وتكتفي بها كمحافظه او كمزارع، ماكو داعي انه تتجاوز وتسرق مي غيرك، لان هذا المي شاهدنا انه اكثر من 70,000 حاله تسمم موجوده بالبصره كلها سببها هذه التجاوزات، او واحد من الاسباب، ما اريد انه نكبر الموضوع، انه واحد من الاسباب اللي صارت بهذه الازمه هو هذه التجاوزات، نتمنى انه حلها باسرع وقت ممكن وتبقى الحمله مستمره على نهر البدع لانه مهم هذا النهر، وتوصل به مياه حلوه من الناصريه الى البصره، وان شاء الله يا ربي انه تنتهي ازمه البصره وترجع مثل ما كانت البصره في السنوات السابقه، خاليه من المشاكل وخاليه ايضا من التلوث البيئي وتلوث المياه اللي أذانا بشكل كبير واللي صار لنا فترة والحكومة عاجزة عن حله بأي طريقة من الطرق المباحة واللي موجودة في واقعنا لهذا اليوم. طيب، يعني هي أيضا التجاوزات ما موجودة فقط في الناصرية، في البصرة نفسها هناك تجاوزات، هناك يعني حاليا هناك جولة لأحد النواب ومسؤولين حتى يخلصون البصرة من موضوع الماء المالح، وشدوا أن هناك تكسرات كبيرة في كثير من الأنابيب اللي بيها ما يحلو جاي يوصل، لكن هو بالطريق يروح، وشدوا أن هناك أنابيب قديمة ضالة مدفونة تحت الأرض يصير بها تسريب للمياه ومياه حلوة، الناس اللي تغسل السيارات بالشوارع تستخدم الماء
الماي الحلو. احنا ايضا نحتاج انه مو بس البصره بشكل عام، احنا عندنا هدر. ليش؟ لانه احنا يعني قبل كانت كهربانا وماينا رخيصه، فمتعودين على هذا الموضوع. احنا ما عندنا حرص، ما عندنا توفير، احنا دائما عندنا استهلاك كبير. لذلك يحتاج فعلا انه احنا نوفر موضوع الكهرباء والماء، نتعلم ونعلم اولادنا. الغرفه اللي ما عايشين بها طفي ضواها. الماء هسه يمكن يقول لك يعتبر هاي لا لا، المفروض انه احنا نتبع مثل العالم. العالم من كهربائهم كلش غاليه والماء كلش غالي، فهم عندهم توفير يعني مجبور انه هو يطفي. حتى الماء احنا عندنا ناس تغسل سياراتها وتغسل الجراج وتغسل الشارع، نحكيها هاي صراحه موجوده في بعض المناطق اللي بتوفر بيها الماء، هناك هدر كبير للماء والكهرباء. طيب نروح لموضوع اخر. احنا بس حكينا بموضوع يخص وزاره التعليم العالي، بدات توصل هناك مناشدات كثيره من الطلبه اللي هم منتمين لوزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي عندها مشكله كبيره او مشاكل حقيقيه كبيره، لكن اكو فد نقطه نرجع ونقول انه وزاره التعليم غير متعاونه مع الاعلام. للاسف هي يعني تتهرب من المسؤوليه، لانه ما عندها الحجه القويه انه تواجه الاعلام وتقول انه والله انا هذا غلطانه بي. هي اكو تداخل بصلاحيات، اكو تداخل حزبيه، اكو تداخل سياسيه، وما تعترف بهاي القضيه وظالة صامته تقول انه انا جاي اشتغل صح. اليوم الشكوى اللي وصلت لنا من مجموعه من خريجي كليه الصيدله، وين اللي درسوا خارج العراق، مو داخل العراق، مو على حساب الدوله، لا على حسابهم. لو اهلهم مسافرين، لو هم سافروا، ولو هم اصلا من الزهور هناك متربين في دول عربيه وغير عربيه. درسوا صيدله وكملوا ويردون ورجعوا للعراق. وهذا احنا نقول لهم شكرا، لانه الواحد تجي له فرصه ويدرس خارج العراق ويقدر انه هو يمكن هو مستقرين، لكن هو يريد يرجع، ممكن ما نقول يخدم وطنه، يريد يخدم نفسه. يقول لك انا ارجع لوطني ماكو مثل الوطن استقر به، فبالتالي هذا راح يخدم نفسه وبالمحصله هو يخدم الوطن. المفروض هذا نحتضنه ونقول له شكرا جزيلا لك ونوفر له كل الظروف حتى انه يبقى ويشجع البقيه على العوده. اللي صار انه هم لازم من يرجعون يمتحنون امتحان، وهذا خلينا نقول يعني نمشيها لوزاره التعليم العالي، في حين انه هي الكليات الجايين منها هي معترفه دوليا، مو معترفه خلينا نقول محليا. يجون يمتحنون امتحان يسمونه امتحان شهاده معادله، حتى يقول لك انه يعني يقتنعون وزاره التعليم العالي انه هذا الطالب خريج صيدله. لا بأس يدفعون، يقولون تقريبا 500,000، هسه احنا راح نتاكد من احدى الطالبات من هذا المبلغ. على كل امتحان يحق له يمتحن بالسنه 4 امتحانات، يعني اذا رسب بالاول بعد كم شهر يمتحن الثاني، واذا رسب يمتحن ثالث ورابع، وهكذا 4 امتحانات يحق له. العام لانه عدد الرسوب كبير صار بهذه الامتحانات حطوا خامس، لكن التعليم ما مشوا بهذا الموضوع، حطوا هو اذا رسب هاي الاربعه لازم يدرس سنه كامله صيدله ويدفع 8 ملايين. المشكله وين؟ انه ليش جاي يرسبون؟ قبل كان واحد بالمحاوله الاولى الثانيه ينجح، هسه 4 محاولات ويرسب. ليش؟ لانه الاسئله معقده جدا وصعبه جدا وغامضه جدا، ولا وكانما انه واحد متعمد انه نريد نرسبكم، ويعني شلون واحد ينتقم انه انتم درستوا خارج العراق. فالطلاب يقول لك احنا عددنا تقريبا 191 طالب، جاي اللي نجحون 33 ويعني على الحافه. زين البقيه شنو مصيرهم؟ ها طبعا من رابع محاوله يلا نجحوا 33. فهناك معاناه كبيره، يقولون احنا يعني الى متى؟ لا قاعد ننتمي لنقابه الصيدله، لا نقدر نزاول عملنا، واحنا ناس تعبانين وجاي ندرس، شنو ندرس سنه خامسه او ندرس سنه اضافيه وندفع 8 ملايين، شنو جاي ندفع عن كل امتحان 500؟ هاي التفاصيل تحتاج فعلا الى وقفه. أمر الفلوس وين جاي تروح؟ وليش؟ وليش هذا التعامل مع الطلاب؟ ليش من يروحون يردون يسالونكم يكون هناك يجي واحد بعد ما ادري كم ساعه، 3 ساعات او 4 يرزل الطلاب؟ ترى احنا يعني ارجع واقول ليش هالغرور؟ ليش التعامل؟ ناس خريجين وتعبانين على نفسهم وجايين للوطن. احنا ويانا احدى الطالبات اللي هي درست خارج العراق وتخرجت من هناك واجت ودخلت الامتحان اكثر من مره، لكن ايضا واجهها الرسوب حالها حال بقيه الطلاب. راح تحكي لنا تفاصيل خاف احنا ما حكينا، لان هو الموضوع طويل وعريض وصار لهم خطيه يعني سنين هم تعبانين ويرحون ويجون، وهي كلها مصاريف وتعب وارهاق نفسيا. الطالب المفروض خلص خلص ال5 سنوات يتخرج ينجح يفتح له صيدليه يزاول عمله في احدى المستشفيات او في احدى المراكز وتمشي شغلته. اللي احنا عندنا هسه حاليا الخريجين
محتارين بامورهم، وانا ارجع واقول اللي درسوا خارج العراق. اهلا بك في اهل المدينه، واحنا نشكر ثقتكم حقيقه انه تواصلتوا مع البرنامج حتى نوصل صوتكم للجهات المعنيه، ونتمنى ان يكون هناك فعلا تدخل وحل لقضيتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. يعني نحاول نختصر ونعطي المعلومات المهمه والمفيده. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه واحترام لحضراتكم للمشاهدين الافاضل في هذا الشهر الحرام استشهاد سيد الشهداء، نعزيكم اولا. نعم. اذا حل الفساد بدور العلم غشان الجهل في ثوب العلوم. نعم. موضوعنا هو معادله شهاده كليه الصيدله، الموضوع صار لا يمس العلم ولا العداله، واصبح عباره عن مافيات تتاجر بشهادات العلم وتقتص من كل ناجح طالب بالتقدم. اول الامتحان عباره عن 4 محاولات، مجموع المبالغ التي تؤخذ من كل طالب لا تقل عن 1,000,000 دينار عراقي. وكل طالب ما توفق بهذه 4 محاولات يدخل سنه بجامعه بغداد يدفع 8,500,000، ينطوه محاوله اخيره، اذا ما توفق بعد السنة بالمحاولة الأخيرة تلغي شهادته بالعراق. عدالة ماكو، الأسئلة غير علمية، كل سنة تتغير المادة وكل طالب حقه مرة بالسنة يمتحن ويرجع يدرس من جديد بالمادة الجديدة. جميع الطلبة المتفوقين بالجامعات العليا ما نجحوا لحد هذا اليوم غير شكو طالب مستواه ضعيف، وباعترافاتهم يقولون دفعنا فلوس ونجحنا. وتجينا مساومات، أنا من الناس جتني مساومة ادفعت 3 دفاتر ونجيب لك هوية النقابة يمك بدون امتحان. لجنة ما تستقبل الطلبة ولا تسمع شكواهم، واحد يشمرنا على الثاني، ما نعرف الحل وين. صار لنا سنوات متخرجين وقاعدين ببيوتنا، وشكو واحد نجح بالغش تعين ويداوم، واحنا الطلبه المتفوقين مقضينا نركض يا جهه تسمع لنا، نريد حل، والناشد رئيس الوزراء والاستاذ وزير التعليم المحترم ان يضع حد لهذا الفساد. يكفي يكفي فساد، نريد حقوقنا. اكو طالب معادله في كليه الصيدله يجيبوا له شنو اسم العالم لو يا سنه ميلاديه، احنا طلبه التاريخ لو طلبه الصيدله. يا ناس، التعليم بالعراق صار عباره عن مافيات، جامعات العراق صارت تستبعد من التصانيف العالميه، وذكرتيها ستأزل قبل فتره، ذكرتيها العراق طلع من التصانيف العالميه. نعم. احنا كطلبه لجنه المعادله اسلوبهم سيء الى ابعد الحدود معانا، الاسئله تعجيزيه، اوراقنا ممنوع نشوفها، ممنوع نعرف درجاتنا، كل الاعتراضات تجينا مطابقه، نسب النجاح كل دوره لا تزيد عن 15%، نناشد كل من له سلطه علينا عليا بالتدخل الفوري ومساعدتنا، لانه اذا ما حد استجاب لنا نحن ما يقارب ال 2000 طالب لنا 4 سنوات ما معادلين وقاعدين ببيوتنا، ما حد يسمع لنا، وترى ما راح نسكت ونفضح كل الخفايا امام الاعلام. ستأزل يعني اذا هم منصفين ويخافون وفعلا هم يقيمون شهاداتنا مو ينتقمون من عندنا، خلي الجامعات الاهليه اللي ببغداد تمتحن ويانا، اذا احنا نطلع ندرس على حسابنا بنفس المعدلات ممنوع يفتحون لنا ملف اقل من ما يكون معدلنا اقل من 80. نعم. ليش ماكو انصاف؟ اذا اكو انصاف خلي جامعه بغداد نفسها طلابها يمتحنون امتحاننا ويشوفون هذا افضلهم نفسهم. صحيح. احنا 120 نقطه تجينا بامتحان خلال 3 ساعات، والظللين ورقه على ورقه الاجابه الظللين مثل الدائره تجيش تظلليها حتى يكون التصحيح لانه الكتروني، في حال غلطتي وانت غلطانه وغلطتي بالاجابه ما لك حق تصححيها، تعتبر اجابتك خطا. احدى الطالبات قدام عيني لانه رادت دقيقه زياده تنقل الاجابات مالتها، اخذوا ورقتها قدام وشقوها قدام عينها وطيجتها النتيجة راسخة. أنا من الناس استنزفت 4 محاولات كاملة، يعني أنا هسه طلع بي قرار أروح أدفع 8,500,000، وأنا جامعتي معترف بيها وإحنا جايين من جامعات رصينة اعترافاتنا عالمية، أي طالب هسه من العراق يطلع خارج العراق شهادته ما معترف بيها، إحنا جامعاتنا معترف بيها، إحنا يمكن ما جاي نشوف نفسنا بالمراية، أكثر من حقنا. أيه. رايدين فقط. طيب. فقط إنه يكون الامتحان تقييم وليس انتقام. الامتحان وضع. طيب. 30 واحد. طيب. انا اعتقد انه انطيتينا انت هسه حاليا يعني حتى هناك مواضيع مال موضوع الفساد والرشاوه وموضوع الابتزاز، هذا ايضا مواضيع جديده. احنا انا اشكرك شكرا جزيلا، بس يعني انتهى وقت البرنامج وانت يمكن حكيتي الملخص المفيد والمهم الى وزاره التعليم العالي ورئاسه الجامعه مثل ما ناشدت الطالبه، الموضوع يحتاج الى تدخل حقيقي، يحتاج الى تدخل حقيقي وفتح تحقيق بالموضوع، هذا استنزاف مالي، هاي رشوة علنية، هاي الفلوس اللي جاي تاخذونها من الطلاب
لازم واحد يفتح تحقيق وين جاي تروحوا المن والمصلحة منه ومنو يريد ينتقم من الطلاب بالوقت اللي احنا جاي ناشد الناس واهاليهم انه يرجعون الى البلد ونحتضنهم هنا. شوفوا شنو الجاي يصير. الموضوع راح نتابع ان شاء الله. وزارة التعليم العالي حق الرد مكفول إلك اذا حبيتي تحكين، ولو انت صامته ما اعرف وين، ما اعرف وين عايشه، رجعتوا من بس نحمد لكم السلامه. اذا رجعتوا من المؤتمر من لندن بس نقول لكم الحمد لله على السلامه يا جاي من السفر، هاي مسد التليفون وياكم، لان المواضيع صارت هواي والمشاكل صارت هواي. فنتمنى يكون هناك لها فعلا من يستجيب. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام. كمال اذا وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم والى اللقاء.